هي صور لأحد حوادث المرور التي خلفت الكثير من الضحايا بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة بالطرق الوطنية بسكيكدا التي تم نزع الممهلات التي كانت بها بمناسبة الطواف الجزائري للدراجات الهوائية. شكلت الممهلات هادو أخي الكريم نحاوهم نهار اللي داروا الطواف الدولي للدراجات الهوائية، نحاوهم فات الطواف الدولي للدراجات ما عاودوش رجعوهم، من نهار ما عاودوش رجعوهم. هما كل يوم حوادث المرور تقريبا بمعدل زوز حوادث في النهار، فيها قتلى فيها جرحى فيها خسائر مادية. كما تشوف هنايا راهم في دخلة تاع فيلاج، يعني الطريق الوطني رقم 44 الشطر هذا من راس الماء حتى الحجر السود راهو يعدي في تقريبا في تجمع السكانية كما منزل الأبطال وعندنا هنا عين شرشار والزاوية، وراه تصير حوادث مرور الناس تعدي بلاند فيتاس. وضع بات يشكل خطرا كبيرا خاصة على سكان التجمعات السكانية الواقعة على الطرق الوطنية وزوار الولاية. خرجت على الاكسيدون هذه اللي صرا شمات وخمسه، وكل خطره كيفاه ساعه ثلاثه ساعه زوز، حنا عندنا خوف ولا نخرجوا للطريق، ومن عدى الكرسي هذه راهي في كاتمو هكيك، كاتمو ما كاين والو، فضت الناس، عندنا خوف ولا نخرجوا الكودرون، كيما هنا الدخله هذه طريق سيار شرق غرب، هذا خطر كبير لاولادنا اللي السكان منا من تحت من الفوق، وكل دقيقه نسمعوا اكسيدون اخويا، كرهنا ملينا، منا حتى منا لعين شرشار وهي الديدونيش ما كانش. الناس الكل قاعده تشكي يا خويا، حتى تفضل الناس الكل باه يديروا لنا لي دودانا. ورغم كل عدد الضحايا المسجل غير ان الخطر لا زال قائما، وامل الساكنه ومستعملي هذه الطرق التدخل لرفعه قبل ان تحصد ارواح الاخرى.